ستصبح الملكة إليزابيث الثانية مطلع أيلول سبتمبر العاهل البريطاني الذي تولى العرش لأطول فترة، وهو رقم قياسي تنوي الاحتفال به مكتفية بالتزاماتها الرسمية. ففي 9 أيلول سبتمبر سوف تتجاوز حكم قريبتها الملكة فيكتوريا التي تولت العرش 63 عاما و216 يوما بين عامي 1837 و1901. والتوصل إلى الساعة المحددة كان صعبا، لأن الملك جورج والد الملكة إليزابيث توفي في نومه في ساعة مجهولة. وتنوي الملكة إحياء هذا الحدث من دون أي مراسم أو احتفالات، وسوف تكون عندها في اسكتلندا حيث تمضي عادة فصل الصيف، وسوف تدشن يومها خطا جديدا لسكك الحديد. ومع استمرارها لهذه الفترة الطويلة، باتت العائلة المالكة تضم الآن 4 أجيال، وهو أمر غير مسبوق منذ عهد الملكة فيكتوريا.